يا أصدقاء، لا أحد يستطيع حمل شمعة لستيف كيري. ليبرون جيمس. أوه، ما هذا يا أخي؟ هاي ليكرز. مهلا، أعطني قبعتي. يعني هيا يا رجل، أنا أقدم لك معروفة. هيا تايلر، أعطني إياها. أنت تريده؟ خذه إذا. هيا أعطني إياها. حسنا، يمكنك الحصول. أعطني قبعتي. فقط أعطي قبعته تايلر. حسنا، انتظر، سأعطيك إياها. أو ساي، هيا يا رجل، دعنا نختبرها. هل لديك رغبة في الموت؟ لماذا تفعل هذا؟ لأنه لا يجب عليك فعل هذا معه. أوف، لكن لديه قبعة ليكرز. أعني هذا سيء مثل قبعتك هذه. أخلع هذا. أو ما حدث لشعرك يا صاح؟ ما الذي يجري؟ أعد قبعتي يا تايلر. أو تذكرت، لقد حصلت على هذا الشيء، السرطان، أليس كذلك؟ ابتعد عني يا أخي. بجدية تايلر؟ نعم، ليس رائعا. أيا كان، خذ قبعة السرطان. أو أعني كاميرون، أنا آسف جدا تايلر. ماذا؟ تبدو متشابهة. أنت وقح جدا. شكرا يا صديقي، تجاهله، اتفقنا؟ أجل، أنت لا تستحق هذا، آسفة. رائحتها جيدة. هذا مثير للاهتمام. هذا حقا رائع. أوه هي، تعال واجلس معنا. هاي، هل أنت بخير؟ سمعنا ما حدث في وقت سابق مع تايلر، آسفة كان عليك التعامل مع هذا. أنت عابث يا رجل. نعم، سأكون بخير. أعلم أنك تمر بالكثير، ولكن يجب عليك التعامل مع هذا. شكرا. هذا يبدو جيدا جدا، أي نوع من العصائر هذا؟ إنها فاكهة ومجموعة من الأشياء العشوائية الأخرى. ليس لدي شهية كبيرة هذه الأيام، لذا أشرب هذه. هل تريدين تجربتها؟ طبعاً بالتأكيد. انتظري، لا تشربي ذلك، سيعديك هذا. أصاب بماذا؟ ماذا؟ السرطان؟ ماذا؟ لا يمكنك التقاط السرطان تايلر. أوه حسناً أيها الطبيب، حسناً، لماذا لا تجربها أنت؟ نعم، هذا ما اعتقدته. هاي جميعاً، لقد أصيب كاميرون بالسرطان، لذا ابتعدوا عنه هيا. ابقى بعيداً. ما خطبك تايلر؟ أصدقائي، أنا فقط أبحث عن السلامة فقط. دعونا نصور هذا. هيا ابتسم إلى الكاميرا. هيا توقف. حسناً، هذا يكفي تايلر. ابتعد. هذا جيد، يجب على المدرسة بأكملها أن تعرف شيئاً عن هذا الرجل. سترى ذلك. أوبس. يا إلهي. هل أنت بخير؟ أنا بخير. هل أنت بخير؟ حسناً، سأحضر لك المناديل. أنا بخير. لا، أنا بخير. لدينا بضع دقائق متبقية، لذا اهدأوا جميعاً. يجب أن تتحقق من إنزالك الجوي يا كاميرون. هاي توقف. حسناً، هذا يكفي تايلر. بجدية يا رجل، أنه غبي جداً، لا تدعه يغضبه. كاميرون، لم يرن الجرس بعد. لماذا تفعل هذا تايلر؟ هل تقبل هذا على نفسك؟ وماذا في ذلك؟ إنه مصاب بالسرطان، كيف تتوقعون منه أن يهزم السرطان؟ تايلر، أريدك بعد الفصل. حسناً. مهلاً، ماذا يحدث؟ أنا بخير. هاي توقف. حسناً، هذا يكفي تايلر. ما هذا؟ إنه لا شيء يا أبي، هيا لنذهب. انتظر يا بني، ماذا حدث في المدرسة؟ قلت لا يوجد شيء خطأ أبي. أنا فقط تأخرت على العلاج الكيميائي. هيا. كيف حاله يا دكتور؟ حقا إنه بخير، مع مراعاة. لقد لاحظت أن عناصره الحيوية كانت بعيدة بعض الشيء. لا شيء يقلق، لكنه ملحوظ. هذا ما كنت أحسبه. شيء ما يحدث في المدرسة، لكن لا أعرف ماذا، ولن يخبرني. حسنا، إنه
قد حلق رأسه بالفعل، ويمكن أن يكون هذا جزءاً مؤلماً جداً من هذه العملية لكثير من مرضانا. لا أعتقد أن هذا يعاني من مخاوف السرطان. يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالعزلة وحيد تماماً، ولا سيما شخص في سن كاميرون. أبي، أين أنت؟ سوف نتأخر. حسناً، ما الذي فعلته؟ كيف أبدو؟ لم يكن عليك القيام بذلك. أنا أعرف، هذا صعب عليك. أردت فقط أن أخبرك أنك لست لوحدك، أنا هنا معك. أنا لا أعرف ذلك. أعني أعلم أنني لست من أحارب السرطان، لكن أنا لا أتحدث عن ذلك أبي. نعم، إنها تمتص فقدان شعري، ليس لدي طاقة ولا شهية، لكنك تعلم ما هو أصعب جزء؟ التعرض للسخرية في المدرسة، كما لو لم يكن لدي بالفعل مشاكل كافية. أنا آسف جدا كاميرا، هل هناك شيء أقدمه؟ لا، لقد قمت بالفعل بما يجب. أوه هيا، لقد تأخرنا. كما تعلم كاميرون، كنت أفكر في أنك يجب أن ترتدي بدلة واقية أو شيء من هذا القبيل. اتركني وشأني تايلر. لا تغضب مني يا صديقي، أنا فقط أبحث عن سلامة الزملاء. قال اتركه وشأنه تايلر، انتهى. يا لطيفة، أنت الحارس الشخصي لديه؟ لا، لكننا جميعا ندعمه، نحن جميعا. ماذا حدث؟ ما الذي يجري يا شباب؟ كاميرون، نحن نعلم أنه لا يمكن التخلص من السرطان، لكن سنتضامن معك. مستحيل، لا، أنتم جميعا حلقتم رؤوسكم لهذا الشاب. نحن معك يا كاميرون. نعم، نحن ندعمك. أنا لا أعرف ماذا سأقول. حسنا، أود أن أقول أنكم تبدون غبيين جدا، لكن لا أعرف هذا فقط لذا. كيف يمكنك أن تكون لئيما؟ أعني تخيل كنت مصابا بالسرطان، أو شخصا تحبه كان مصابا. نعم الأمر ليس سهلا، أمي مصابة بسرطان الثدي مرتين، تغلبت عليه، لكن كل أسبوع شعرت أنه أسبوعها الأخير. نعم، وكانت أختي الصغيرة مصابة بالسرطان، كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، كانت في المستشفى لشهور، كان الأمر مريعا. لقد فقدت أستاذي. ماذا تعمدت؟ جدتي، كلنا نعرف شخصا مصابا. فقط لأنك لا تفعل تايلر، هذا لا يعني أن تكون لئيما. شكرا يا رفاق، شكرا كثيرا. ليس لديكم فكرة عن مدى صعوبة الأمر. جيد أنني لست لوحدي. نحن ندعمك. أنت لست وحدك. مرحبا، لديك زائر. سيدي يمكنك الدخول. هي أبي في الخارج. حسنا، لذا لا تجرب فعل أي شيء. أنا لست هنا من أجل أي شيء، أنا هنا في الواقع لأعتذر. أنا أيضا أردت أن أخبرك بذلك، أنا أدعمك أيضا. واو، لم أكن أتوقع ذلك. أنا لكن بعد سماعي حديثي الجميع في المدرسة، هو لقد ذكرني نوعا ما ببعض الذكريات. ماذا تقصد؟ كاميرون، توفي والدي عندما كنت في السابعة، كان السرطان. أنا فقط كنت دائما أجد صعوبة في التعامل معها. الآن أعتقد أنني أزعجتك لأنها كانت طريقتي في التعامل مع الألم، لكن هذا ليس عذرا. أنا آسف جدا.
واو تايلر، ليس لدي أي فكرة عن فقدك لوالدك. لم أستطع تخيل هذا. لم يكن الأمر سهلا، لكنني هذا لا يمكن أن يكون سهلا، لذا أريد أن تعرف أنني آسف. أنت جيد يا رجل، أنا أقدر هذا. هاي كاميرون، هل أنت جاهز؟ العناصر الحيوية أفضل بكثير اليوم، لذا هذا رائع جدا. نعم في الواقع أنا جيد، لأن لدي أفضل أب وأصدقاء. حسنا، ربما يجب أن تبدأ، لكني سأراك في المدرسة كاميرا. لا، يمكنك البقاء إن أردت. سنذهب أنا وكاميرا لمشاهدة المباراة. يلعب المحاربون 76 الليلة. لا أعلم إذا كنت تريد أن ترى ستيف يخسر، لكن هذا الرجل لديه نكار. نعم سأكون، لكن إذا لم تبكي عندما يحصل ستيف على مضاعفة ثلاثية على فيلي.